لم يعد الأمر سراً بعد الآن، بعد أن انكشفت الحقيقة أمام الجميع، ولم يعد بإمكان البلوجر الأردني أن يختبئ وراء الستار الذي كان يظهره أمام الناس، فقد أصبحت حقيقته واضحة ومكشوفة، ولا مجال لإخفائها مرة أخرى. فما القصة؟ بلوجر أردني مشهور، دعا صيته وانتشرت شهرته بسبب اسمه المميز الذي جعله يخطف الآذان من المرة الأولى التي يسمع فيها المتابعون اسمه. لكن لحظة، ماذا لو كان هذا الاسم غير صحيح أو اسماً مستعاراً يروج له البلوجر الأردني؟ ومع أول تجربة حقيقية أمام جمع كبير من الأشخاص انكشفت حقيقته وظهر اسمه الحقيقي. فقد صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة الاسم الحقيقي لمشهور السوشيال ميديا الأردني لورنس المنسي، وذلك في الجهة التي أقيمت له لطلب آية الشوبكي من عائلتها، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وفي الفيديوهات التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجهة الكبيرة، وقف الشيخ علاء جابر مقابل عائلة العروس لطلب يدها من عائلتها وقال: هذه الجاهة تطلب يد ابنتكم المصون آية لولدنا محمد المنسي الملقب بلورنس. وأبدى المتابعون صدمتهم بعد معرفة اسم لورنس الحقيقي، فعلقت إحداهن: لحظة صمت، لورنس المنسي اسمه محمد؟ وأضافت أخرى: طلع اسم محمد المنسي مو لورنس. وعلقت ثالثة: طوال الوقت وأنا مفكرة إن اسمه الحقيقي لورنس، صدمة حياتي. وشارك لورنس المنسي عبر حسابه الخاص في إنستغرام أحوال الاحتفال بعقد قرانه، حيث بدت عليه السعادة برفقة عروسه. وفي مقطع آخر ظهر استقبال المهنئين وبعض من تفاصيل الجاهة، وهي من التقاليد الأردنية التي يقوم بها أهل العريس بالحضور مع الوجهاء وكبار العائلة لطلب العروس من أهلها. وتواصل الحفل مع غناء وزفة خاصة من الفنانين الأردنيين يحيى سويس ونجم السلمان بعد انتهاء الجاهة وعقد القران من بعدها بحضور الأهل فقط. وشارك عدد من النجوم لورنس فرحتهم، ومنهم وسام قطب، شريف الزعبي، عمر زوربا، يزن النباني، فواز أبو ربيع، قصي أبو يوسف. كما تواجد الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي الذي أعرب عن سعادته بخطوبة صديقه، وشكر المنسي كل من حضر جاهته في منشور كتب فيه: شكراً من كل قلب الكم على كلامكم وعلى كل إشي وعلى فرحتكم معي يلي شفتها بطريقة بتجنن، إن شاء الله بفرح فيكم كلكم وبشوفكم أسعد الناس. وكان لورنس المنسي قد أعلن عن خطوبته قبل الجاهة بأسابيع، وذلك عبر حسابه الخاص في إنستغرام، وعلق على مقطع فيديو نشره قائلاً: تم قراءة فاتحتي بمن كتبها الله شريكة لحياتي، اللهم اجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى، وبارك لنا وعلينا، واجمع بيننا بالمودة والرحمة، وأتشرف بنسبي لآل الشوبكي. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه فسخ خطبته بفتاة لم يحدد هويتها، والتي أكد وقتها أنها فتاة أردنية تعيش خارج الأردن، لكنه أعلن بعد فترة إنهاء الخطوبة بدون أن يكشف السبب في ذلك.